مرحبا، نبدأ هذه النشرة بالعناوين. كل الأنظار نحو الأبار، وبر وميقات معا الثلاثاء إلى المنصة. وزارة الطاقة وضع الكهرباء غير ميؤوس. على رغم الأحداث الأمنية اللبنانيون يقاومون بفرح. الراعي للمسؤولين خافوا الله ولعنة التاريخ. المبادرة الفرنسية تترنح ولا جديد في حوار الحزب والتيار. أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر إذاعة صوت المدى وتنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع وقناة otv.com.lb وعلى يوتيوب وحساباتنا على إكس، فيسبوك، إنستغرام وتيك توك. عمليا لعنوان يتقدم على مباشرة الحفر في البلوك رقم 9، ولو على وقع محاولة غير مكتملة بعد للاستثمار السياسي في ملف اقتصر دور بعض المسؤولين المعروفين فيه على العرقلة. أما نظريا فالمبادرة الرئاسية الفرنسية لا تزال قائمة، لكن عثرات كثيرة تعترض دربها وتجعل منها غير جدية في نظر الرأي العام اللبناني، الذي لا يتوقف كثيرا عند المزايدات السيادية لبعض النواب في موضوع الأسئلة التي طلب جان-إيف لودريان أجوبة خطية عليها. وبين العملي والنظري يقاوم اللبنانيون الأزمة المستعصية بفرح، فيشاركون في المهرجانات والاحتفالات ويقدمون نموذجا قل نظيره عن شعب يحب الحياة ويريدها، ويواجه في سبيل ذلك منظومة فساد تعشش في ثنايا الدولة، وتجد دائما من يبرر لها كل الجرائم ويضع تفسيرات عقيمة لارتكاباتها وأخطائها التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه. على رغم كل الجدل، عمرو دياب أحيا حفلة جماهيرية في بيروت، والموسم السياحي لا يزال بعزه وكأن لا أحداث أمنية وقعت. ماريا يمين والتفاصيل. ليل بيروت عمران، بعد ما أحيا سلطان الطرب جورج والصوف واحدة من أجمل السهرات على مدرجات مهرجانات إهمج، أشعل النجم المصري عمرو دياب سما بيروت بعد غياب 12 سنة وسط حضور جماهيري وصل لل 16,000 شخص. والأهم أنه مقومات الحفاظ على الأمن والسلام العامة كانت متوفرة. ما حدا بيصدق امبارح ببيروت كان في بنقطة واحدة 50,000 شخص عم سهرانين، وخمسين ألف شخص بمسار ضربة كف، مسار أي حدث نشل ولا شيء. عرس واحد امبارح كان في أربع أهم مطربين بلبنان عم بيغنوا، حدهم كان في عمرو دياب، وحدهم كان في أهم أربع خمس أندية ليلية موجودين بفرد نقطة. كثرة الحفلات والمهرجانات والأنشطة كانت متوقعة خلال هيدا الصيف رغم تراجع الرعاية التجارية أو السبونسرشيب، لكن استمرار زخم الحركة خلال شهر آب كان مفاجئ، خصوصا بعد الاشتباكات بمخيم عين الحلوة والبيانات التحذيرية للبلدان العربية وألمانيا وأحداث الكحالة أخيرا. فحركة الوافدين عبر المطار لم تتأثر، ومن المتوقع أنه يوصل عدد الوافدين لل 500,000 نهاية الشهر بعد أن كان العدد العام الماضي 319,908، علما أنه بهذه الفترة من السنة بتكون الحركة مقلوبة لأنه السواح والمغتربين بيبدأوا بالمغادرة. هالشي كان محدود كتير بالوقت، محدود كتير بالزمن، ما أثر أبدا على السياحة، وإن كان عين حلوة أثرت شوي على منطقة صيدا وغير منطقة صيدا، بدنا نقول الحقيقة مثل ما هي. نحن اليوم بعد الصيف مستمر، ما تم إلغى ولا حجز وما تم تقصير ولا حجز بالنسبة للاجئين على لبنان. بعد نسبة الإشغال الموجودة اليوم هي بين 85% و100% بالفنادق اللي تأثرنا فيه، واللي هي من شغل الطبيعة مش من شغل الإنسان، هو التأس اللي عم نعيشه بالمسابح ببعض المطاعم اللي بتشتغل بالنهار. تراجع 50% الشغل على المسابح وبالمطاعم بالنهار. الحجوزات مستمرة حتى 15 تشرين الأول، والموسم الولعان مكمل، مؤكدا مرة جديدة حب اللبنانيين للحياة والفرح حتى لو بالدين. ماذا عن المعلومات عن زيارة مشتركة لبر وميقات الثلاثاء المقبل إلى منصة التنقيب؟ متى يبدأ الحفر ومتى تظهر النتائج؟ التفاصيل في تقرير غريس مخايل.
في وقت سربت أوساط إعلامية خبرا عن زيارة مشتركة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الثلاثاء المقبل إلى منصة التنقيب عن النفط والغاز، لفتت مصادر ميقاتي عبر الأو تي في إلى أن الاتصالات لا تزال جارية على هذا الصعيد للبت نهائيا بما إذا كانت هذه السيارة التفقدية قائمة أم لا. فالمروحية التي من المفترض أن تقل الرجلين تنطلق من مطار بيروت وتتوجه مباشرة إلى موقع المنصة، وهي تتسع لعدد محدود جدا من الركاب على متنها، وبالتالي من الممكن أن يكون هناك صعوبة لوجستية بأن يترافقا في رحلة واحدة ضمن هذه المروحية. والسؤال يكمن، ودائما بحسب مصادر رئيس حكومة تصريف الأعمال للأو تي في، هل سيترافق ميقاتي وبري في الرحلة ذاتها أم ستكون هناك رحلتان أم لن تكون الزيارة بالأساس؟ وهذا الأمر سيعالج ويبت به الاثنين. في موازاة معلومات حول زيارة مفترضة للموفد الأمريكي أموس هوكشتاين في 29 آب للإشراف على بدء الحفر والتنقيب، هذا وتشير مصادر هيئة البترول عبر الأو تي في إلى أنه من المحتمل أن تبدأ عملية الحفر خلال النصف الثاني من الأسبوع المقبل، على أن يستغرق الوصول إلى العمق الأقصى للبئر 67 يوما في حال عدم حصول أي مشاكل تقنية. وتحتوي المنصة معدات للإنتاج التجريبي التي تستعمل في حال حصول اكتشاف، وهذا مؤشر إلى الاحتمالات الواعدة بنتائج إيجابية. وقالت المصادر إن النتائج قد تبدأ بالظهور أواخر تشرين الأول وبدايات تشرين الثاني، ولكن دائما تحصل بعض العرقلات اللوجستية والتقنية، مضيفة في الوقت نفسه أنه حتى وأن حصلت بعض المشكلات فإنها لا تؤثر على النتائج إنما تؤخرها فقط. وفي الموازاة وفي موضوع الكهرباء، أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة والمياه أن هناك أوساطا حكومية معروفة تصر على اتهامنا زورا وافتراء في كل مرة نستقدم خلالها باخرة فيول ضمن الأصول وفق قانون الشراء العام، وبعد موافقة الحكومة على تمويل تنفيذ خطة الطوارئ الكهربائية. أضاف البيان: نعيد ونؤكد بأن كل المستندات والقرارات مشارك فيها وموافق عليها ومرسلة إلى كل الجهات المعنية وفق الأصول والقوانين المرعية للإجراء والمعتمدة قانونا بكل شفافية ومصداقية. أما مقولة أن وضع الكهرباء ميؤوس منه والترويج لذلك عبر بعض الإعلام المعروف الانتماء والأهواء، فهذا أمر تضليل بل أكثر من ذلك، فهو يثير الريبة وهو أيضا غير واقعي وغير صحيح على الإطلاق. والبرهان أن ساعات التغذية زادت وستزيد في حال تم التعاون من قبل كل الجهات المعنية وبعد استقدام البواخر، وأن خطة الطوارئ أثبتت فعاليتها ونجاحها لجهة الجباية وتخفيف الهدر وغيرها. بالإضافة إلى كل ما تقدم، فإن كميات الفيول الموجودة تكفي لأقل من شهر بحسب مؤسسة كهرباء لبنان المعنية الأولى، فهل المطلوب نفاد الكميات الموجودة والوصول إلى العتمة الشاملة أم تأمين الاستدامة المطلوبة خصوصا في ظل شح كميات الفيول وصعوبة تأمينها عالميا وليس فقط لدينا؟ من هنا أصبحنا شبه أكيدين أن نية تأمين استدامة الكهرباء للمواطنين غير موجودة، والعرقلة واضحة وقلب الحقائق عبر بعض الأعلام المرتهن أكيدة. تساءل البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي: إلى متى يا معطلي انتخاب رئيس للجمهورية تخالفون الدستور وتهدمون الجمهورية وتعطلون الحياة الاقتصادية والمالية وتبعثرون السلطة وتفقرون الشعب وتهجرونه إلى أوطان غريبة؟ خافوا الله ولعنة التاريخ. كلام البطريرك الراعي جاء خلال ترأسه القداس الإلهي في الأحد الثالث عشر من زمن العنصرة في كنيسة الصرح البطريركي الصيفي في الديمن. أتساءل معكم، ماذا يبغي السياد تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وفقا للدستور منذ 11 شهرا وهم يدركون أنهم بذلك يحولون المجلس النيابي من هيئة تشريعية إلى هيئة انتخابية فقط، ويتهمون المقاطعين بأنهم لا يريدون انتخاب رئيس وهم معادون للطائف. إنهم يدركون أيضا أن حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع إجراء تعيينات واتخاذ قرارات إجرائية تستدعي مشاركة رئيس للبلاد وتوقيعه، وينتقدون مقاطعي الجلسات
وهم يقاطعون حفاظا على الدستور، ويبتكرون قضية الضرورة للتشريع والتعيين والإجراء، فيما الضرورة واحدة وأساسية، وهي انتخاب رئيس للجمهورية. إنها المدخل إلى التشريع والتعيين والإجراء، لأن بوجود رئيس للجمهورية يستعيد المجلس النيابي طبيعته كهيئة تشريع ومحاسبة ومساءلة، وتستعيد الحكومة كامل صلاحياتها الإجرائية، ويسلم الدستور. وفي المواقف السياسية، قال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قووق: في لبنان هناك مشروعان اليوم، مشروع أولويته الإنقاذ والوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية يؤتمن على السلم الأهلي، ومشروع للفريق الآخر أولويته المواجهة وجر البلد إلى الفتنة والاصطدام الداخلي، والإتيان برئيس للجمهورية يكون منصة للفتنة والتحريض ولتحقيق أهداف لا تخدم الوطن وإنما تخدم أعداء لبنان. إنجازات المقاومة كثيرة، وما حصل من إنجاز استراتيجي تاريخي بوصول منصة التنقيب إلى حق القانون وبدء العمل، هذا دليل على جدوى ونجاح استراتيجية المقاومة بالتكامل مع مؤسسات الدولة. أيضاً إنجاز المقاومة بانتزاع حقوق لبنان بالثروات النفطية والغازية يؤسس لأمل بإنقاذ البلد من أزماته الحياتية والمعيشية والاقتصادية والاجتماعية. حزب الله وبكل ما أوتي من قدرة يعمل لعدم وصول البلد إلى حيث يريد العدو الإسرائيلي. والمرحلة صعبة ولكن ليست مستحيلة. أما المستحيل فهو مشروع المواجهة. مشروع المواجهة مشروع أبتر لا أفق له، لأنه مشروع يتبنى شعارات أكبر من أحجامهم بكثير. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن الحزب يناقش ورقة التيار الوطني الحر، وهناك مرونة متبادلة للوصول إلى نتيجة. نحن نعتبر أن انتخاب الرئيس هو مدخل ضروري وطبيعي لإعادة انتظام المؤسسات، لكن بهالوقت ما في انتخاب ما فينا نعطل كل البلد. ومن هنا نحن مع انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد. لدينا حوار جاد ولقاءات قائمة، وعقدت لقاءات في الأيام القليلة الماضية، حوار بيننا وبين تيار الوطن الحر على ورقة قدمها تيار الوطن الحر، نحن نناقشها. لدينا وجهات نظر نتبادل بيننا وبين تيار الوطن الحر حولها، من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة للاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية. وهذا الحوار نريده أن يصل إلى نتيجة، ونسعى لكي يصل إلى نتيجة، ولدينا مرونة متبادلة في تبادل الآراء والأفكار، وقد يؤسس ذلك لأرضية مشتركة لتوفير النصاب الدستوري والقانوني لانتخاب رئيس متفاهم عليه ومتفق عليه. وهذا يفتح الباب أمام الحلول والمعالجات في المستقبل.
كشفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة هو محور تحقيقات قضائية في لبنان والولايات المتحدة الأمريكية وسبع دول أوروبية على الأقل تحقق في مزاعم الجرائم المالية. اثنان منها أصدرت مذكرات توقيف بحقه، وبينت أنه في 10 آب الحالي عوقب سلامة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا. وعلمت فاينانشال تايمز أن مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية من نيويورك فتح تحقيقا في قضية سلامة، وأفادت نقلا عمن وصفته بسياسي لبناني رفيع بأن هناك فلاش ميموري أرسلها سلامة إلى خارج البلاد فيها أسرار عن عمله تحسبا في حال حصل له أي مكروه. نشرت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقرة من التدقيق الجنائي لشركة ألفاريز أند مارسال تظهر بوضوح كيف ترك البلد لمزاج وسلطة شخص واحد من دون رقابة أو محاسبة. وأشارت القاضية عون إلى أن هذه النتيجة هي موضوع دعوة أحلتها منذ نحو سنتين إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان بجرم إخفاء خسائر مصرف لبنان على أمل أن تأخذ مسارها القانوني، ختمت القاضي عون. الموقع الخاص لرئيس الحكومة يهاجم حفل عمرو دياب في أسرار اليوم. فرمل البيان الأخير للنائب جبران باسيل اندفاعه المقالات والتحليلات المتسرعة في موضوع المفاوضات بين التيار الوطني الحر وحزب الله. يواصل أكثر من مسؤول قوتي استخدام تعابير غير لائقة في تصريحاتهم المتعلقة بالتيار الوطني الحر في أكثر من إطلالة إعلامية. استغربت أوساط إعلامية أن يقوم الموقع الإلكتروني الخاص برئيس الحكومة بالذات بمهاجمة حفل الفنان عمرو دياب تحت شعار الحرص على حرية الإعلام. النشرة مستمرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. السياحة في سور لا تزال في تألقها، والسياح يعبرون عن سعادتهم لزيارة لبنان. لا تزال شواطئ سور مقصدا للبنانيين والمنتشرين والسياح الذين توافدوا بكثرة إلى شواطئ سور الرملية ومارسوا هواية السباحة في ظل الحرارة والرطوبة المرتفعة. وليست شواطئ سور فقط الجاذبة للسياح، بل المطاعم والمقاهي والأسواق. السياح من مختلف الجنسيات عبروا عن سعادتهم لزيارة لبنان. Bonjour, je m'appelle Edouard. Je viens de Normandie en France et de Paris. Je suis venu au Liban quelques jours avec des amis. On est venu une quarantaine de Paris, de Normandie, de Nice, de Suisse. On a fait un grand groupe et on est venu quelques jours au Liban, deux semaines, pour visiter tout le Liban ensemble. Et moi, j'ai décidé de rester un peu plus parce que j'ai beaucoup aimé ce pays et les Libanais. C'était un super bon voyage. On a commencé directement depuis le nord du Liban. Donc on a vraiment fait Batroun, on a fait Jbel, on a fait différents endroits, Baalbek, les ruines. On est parti voir le château, le palais présidentiel d'été. Et ensuite, on est redescendu directement dans le sud du Liban pour passer quelques jours ici au Rest House. On est venu à Tyr, à Sour. On est resté 7 jours ici à l'hôtel et on a bougé tous les jours, on faisait des endroits différents. On est parti visiter Saïda, on est parti faire Naoura, on a fait bien sûr la corniche, la mer, et on a passé un très très bon moment. Le soleil est différent dans le sud, la population est différente, c'est vraiment un mix culturel. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger, qui viennent d'Afrique, mais aussi beaucoup beaucoup de Libanais d'ici. ماي صافي، لا في تلوث، لا في وسخ ولا شيء، وناس من اخر الدنيا لهون بيجوا عنا يتسبحوا. واجمع اللبنانيون المنتشرين على محبتهم لهذا الوطن، آملين ان يعود الى سابق عهده. 20 اب 2015 في تاريخ اليوم.
ب20 آب 2015 وتحت عنوان طلعت ريحتكن، وفي هجوم مباشر على المنظومة السياسية شهد وسط بيروت تظاهرة كبيرة احتجاجا على الإهمال والفساد في ملف النفايات التي كانت تملأ الشوارع في بيروت وجبل لبنان وسائر المناطق اللبنانية من دون أن تتمكن الحكومة من التوصل إلى حل في ظل الفراغ الرئاسي الذي استمر حتى نهاية عام 2016. التظاهرة أتت من ضمن تحركات أخرى مماثلة، غير أنها سرعان ما تلاشت بعد ما حول بعض الأفرقاء إلى منصة للتهجم على فريق سياسي محدد، تماما كما حصل بعد 17 تشرين الأول 2019. في الرياضة، فوز لبنان على السعودية في بطولة غرب آسيا في الكرة الطائرة. حقق منتخب لبنان للفوليبول تحت 19 سنة فوز مستحق على منتخب المملكة العربية السعودية 3-2 بآخر مبارياته ضمن المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا الأولى باللعبة يلي عم تستضيفها السعودية بقاعة وزارة الرياضة بجدة. وبعد خسارته قدام الأردن افتتاحا رجع المنتخب اللبناني للفوز على قطر 3-0 ثم على السعودية 3-2، وانتهت الأشواط للبنان 25-22 19-25 22-25 25-23 و15-12 ليواجه الإمارات العربية المتحدة بالدور الربع النهائي، بينما سيواجه المنتخب السعودي منتخب سوريا. هادي شبيب كان أفضل مسجل للمنتخب اللبناني برصيد 20 نقطة، وأضاف إلي بركات وبسام زيحة 19 نقطة لكل واحد منهم، ومحمد أبو شقرة وحسين القص 5 نقاط لكل واحد منهم. بنفس المجموعة ربح منتخب الأردن على قطر 3-0 25-19 25-20 25-21، وتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط قدام الأردن 6 نقاط ولبنان 5 نقاط وقطر بدون نقاط. بالمجموعة الثانية منتخب الإمارات ربح على منتخب الكويت 3-1 23-25 25-19 25-21 و25-21، بينما ربح منتخب البحرين على منتخب سوريا 3-0 25-11 25-11 و25-16، وتصدر منتخب البحرين ترتيب المجموعة قدام الإمارات والكويت وسوريا. ببرنامج الدور ربع النهائي السعودية بتلعب ضد سوريا، الأردن ضد الكويت، لبنان الإمارات، والبحرين ضد قطر. وفي الرياضة أيضا، فاز ليونيل ميسي بأول لقب له في الولايات المتحدة مع فريقه إنتر ميامي، وذلك بعد أن هزم فريق ناشفيل في النهائي بركلات الترجيح. وكان الوقت الأساسي للمباراة انتهى بنتيجة هدف لهدف، وسجل الأرجنتيني الهدف الوحيد لناديه. وخلال الركلات الترجيحية تقدم ميسي بالركلة الأولى ليمهد الطريق أمام زملائه لتسجيل المزيد من الركلات بشكل صحيح، إلا أن النتيجة بقيت متعادلة إلى أن انتهت بفوز انتر ميامي وفوز ميسي باللقب بقيادة هذه الأسطورة الأرجنتينية. إلى الأحوال الجوية مع بولين عون. مساء الخير. أجواء حارة عم بتسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، بتخف حدتها على الجبال وبالداخل، أما ساحلاً فبتبقى الرطوبة العنصر الأساسي للشعور بالشوب. جونا لبكرة غائم جزئياً ودرجات الحرارة بتتسجل على الشكل التالي. منبدأ بعكار عم بتسجل 32 درجة، طرابلس 34، العاصمة بيروت 31 وصور 30 درجة. ننتقل لبعلبك 41، اللقلوق عم بتسجل 33 درجة، زحلة 40 درجة، وجزين 31 درجة. نسبة الرطوبة ساحلا توصل لل 80%. الرياح السطحية غربية لشمالية غربية سرعتها بين 8 و15 كيلومتر بالساعة، وحال البحر متوسط ارتفاع الموج. خلينا نشوف تفاصيل الأيام الجاية. للتنين جونا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل، أما ساحلا فعم بتسجل لنهار التنين 31 درجة. للثلاثة الأربعاء والخميس جونا قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة يلي عم بتسجل 32 درجة. هيدي كانت أخبار الطقس للنشرة المسائية، بلاقيكم بكرة، تصبحوا على خير.
ومع الطقس نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر موقع otv.com.lb وعلى صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي X وعلى فيسبوك إنستغرام تيك توك عبر قناتنا على يوتيوب. شكرا للمتابعة ونلتقي بيوم جديد إن شاء الله.